يقول بعضهم وهذا سؤال تكرر يقول بعضهم يقول اننا يجب ان نعذر من عبد الله بجهل وعبد معه غيره لانه فعل ذلك وهو الذبح وهو لا يعلم انه عباده ما لك. يسمع القران يا اخي ما يسمع القران اللي ينهى عن الشرك ويتوعد عليه ما يسمع المحاضرات ما يسمع الدروس اللي تذاع الان وتبث كيف يكون جاهل ما هو جاهل هذا لكن لا يريد يريد ان يبقى على ما هو عليه قامت عليه الحجه لو كان ما سمع شيء ابدا منقطع ولا سمع شيء يقال هذا من اصحاب الفتره الله اعلم به يوم القيامه لكن يسمع القران يسمع الاحاديث يسمع التوحيد والدعوه الى الله ويقول انا جاهل الى متى الجهل نعم الجهل في الذي لم يسمع شيئا هو اللي المنقطع عن العالم هو اللي يقال انه جاهل نعم